في كثير من الأحيان أطرح على نفسي هذا السؤال: من أنا؟ فتغيب من؟ أبقى أحفر في أعماق الأنا دون الوصول للجواب. أسأل نفسي ماذا أريد؟ ماذا أريد في هذه الحياة؟ ولكن لا إجابة. كل ما أفعله هو تعقيد الأمور أكثر، ليس إلا. أنا عبد الكريم من قناة الوجم، وهذه الحلقة الثالثة من رشبة الشاي بعنوان من أنا؟ من أنا؟ ماذا أريد؟ الكثير منا ورغم تقدمه في العمر وتجربته الطويلة في الحياة، إلا أنه لا يزال لم يستطع الإجابة عن هذان السؤالين. والكثير منا وصل للإجابة حقا، مما يعني أنه يوجد فريقين: فريق وصل البحث والسعي للوصول إلى الإجابة، وفريق فشل وانسحب من المنافسة. فريق كسول يعيش بلا هدف، بلا غاية، وبلا سعادة، أصبح جسدا بلا روح، أو كائن حي بلا عقل، يأكل، يشرب، وينام. لنتعمق أكثر ونتناول الفريق الثاني في البداية، لعلنا نساعدهم ونزيل الضباب من أعينهم للوصول إلى الإجابة. قبل أن أبدأ، أريد منك أن تسمعني جيدا وتركز مع كل كلمة أقولها. أولا، الكثير من الناس عندما يطرح عليهم هذا السؤال لا يمكنهم الإجابة عليه. لست وحدك، لا يعرفون ما الذي يريدونه من هذه الحياة، ويتجولون بدون هدف. خمن معي، أين سينتهي بهم المطاف؟ سينتهي بهم الأمر في مكان لا يريدون أن يكونوا فيه. ليس من الضرورة أن تكون أنت بينهم. تعال معي. الخطوة الأولى هي التحلي بالهدوء. ادخل لمكان هادئ بمفردك واسأل نفسك: من أنا؟ ماذا أريد حقا لحياتي؟ ما هو هدفي؟ ما الذي علي فعله لأعيش الحياة التي أريد؟ ما الذي أريد تقديمه لمن حولي، خاصة أولئك الذين أحبهم؟ ما هو الإرث الذي أرغب في تركه خلفي؟ ابحث داخلك بعمق ودون إجابتك. تمعن الإجابة وقم بمراجعتها كل يوم. تخيل في نفسك الحياة المثالية التي تريدها، وضع مخططا للوصول إليها. يمكنك البدء في العمل، جاعلا من أيامك العادية أفضل أيام حياتك. تعلم، تطور، لا تؤجل الأمر، أنت تستحق الأفضل. لنعد إلى الفريق الأول الآن، بما أن الفريق الثاني وصل إلى نفس النقطة. أصبحنا فريقا واحد، يعلم وجهه، يعلم هدفه وغايته من الحياة، أليس كذلك؟ دعوني أسألكم أسئلة أخرى إذن: هل تريد النجاح في حياتك؟ هل تريد تحقيق هدفك الأكبر من الحياة؟ بالتأكيد إجابة الجميع نعم. إذن ما الذي فعلته لتنجح في كل هذا؟ أعذار، أليس كذلك؟ أسرتك، ظروفك، محيطك، بلدك، كل هذه عوائق وأعذار ترددها في داخلك، صحيح؟ صديقي، كل هذه الظروف وما يحيط بك هي من سيحدد من أنت ويجعلك مختلفا عن من هم حولك. كيف ذلك؟ تخيل معي إناس عامها الأول في الجامعة، تتقدم منها خولة التي تكبرها بعامين، تخاطبها قائلة: مرحبا، لماذا تقفين وحدك؟ أليس عندك حبيب؟ انظري، ذلك معجب بك وأرسلني للحديث معك،
هيا لا تخجلي، أنت في الجامعة الآن. انظري حولك، الجميع لديه حبيب. تدور في رأس إناس العديد من الأفكار. أجل، لقد كبرت الآن، وما الضرر من التجربة؟ أجل، لماذا أنا أجلس وحدي؟ لا لا، أنا هنا لأقرأ وأتعلم. لا لا، لن أدخل هذا العالم. إجابة إناس ستحدد من هي. هل ستتبع القطيع وتجد نفسها في مكان لا تريده، أو ستنجو من قطيع الذئاب؟ هذا مثال بسيط، والأمثلة عديدة وأخطر. أظن أن الصورة اتضحت أكثر الآن. لنواصل إذن. الأعذار والظروف هي من تحدد من أنا. ستكون التحدي إذن، ونغير عبارة فشلت بسبب كذا وكذا إلى نجحت رغم كذا وكذا. يقول إبراهيم الفقي: ليس الفقر في الإنسان هو فقر المواهب أو الأرزاق، إنما هو فقر العزيمة والأخلاق، فقر الإيمان، فقر الإرادة. أما القدرات التي أعطاها الله لك فلا حدود لها، ولا يوجد أمامها ما يسمى بالمستحيل. أخي وأختي، عليك التوكل على الله، والالتزام، الانضباط، الإصرار والاستمرارية، وستصل بإذن الله. بينما أنا أعد في هذه الحلقة، تذكرت يوم سألني أحدهم: من أنت؟ حينها أجبته قائلا: أنا كهل بجسدي شاب وبعقل عجوز هرم. أنا الذي فارقت الابتسامة وجهي. أنا الذي اختارت الوحدة مصاحبتي. أنا المشتاق لأيام كنت فيها أنا. اليوم لا أعرف من أنا. حين أعلم أجيبك. ليته يعود اليوم ويسألني، سيندهش حين يعرف من أنا. بهذه الكلمات نصل إلى نهاية حلقتنا. كان معكم عبد الكريم. شكرا لطيب متابعتكم. نلتقي في حلقة جديدة. سلام.